عملنا هاللقاء معكم هو لقاء مشترك مع رئيس أهم مؤسسة تعتني بالذاكرة الوطنية في ألمانيا اللي هو البوندسباوهات اللي هي اللي كان عندها أرشيف بتاع الشتازي يعني المؤسسة بتاع البوليس السياسي في ألمانيا. وانطلاقا من هالمؤسسة هذه ثم العديد من الأشياء اللي هي مفيدة في كشف الحقيقة في ألمانيا، في حفظ الذاكرة، في ضمان عدم التكرار اللي وقعت بفضل هذه المؤسسة. السيد يان اللي هو اليوم رئيسها مش أيضا مش نعطيه الكلمة ويقدم روحه ويقدم المؤسسة بتاعه. اللي كان سبقه هو الرئيس الحالي بتاع ألمانيا، وباش تروا قيمة هالمؤسسة هذه في المؤسسات الألمانية أنه يعتبروا من أخطر الوظائف هي هالوظيفة هذه اللي يوقع انتخابها من البرلمان بتاعهم وتسييرها وفق قانون أساسي مهم جداً.